استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم فريق عمل الاحتفال الرسمي باليوم الوطني 52 للدولة، وتبادل سموه والوفد خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر الحديث الودية، معربا سموه عن شكره وتقديره للجهود التي بذلوها لإنجاح تنظيم الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية. من جانبه أعرب الوفد عن اعتزازه بالإسهام في تنظيم الفعالية الرسمية لليوم الوطني التي عبرت عن مشاعر الفخر بوحدة الوطن والاحتفاء بمكتسباته وتطلعاته، مثمنا الدعم الذي حظي به في سبيل إنجاح احتفالات دولة الإمارات بيومها الوطني. حضر مجلس القصر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وعدد من أصحاب وسمو والمعالي.